ذكر في تعريف الحلف عبارة بذكر معظم، يقول أليس الأولى أن يقال بذكر الله أو صفة من صفاته؟ هذا من حيث اللغة يا أخي، ما هو من حيث الشرع. هذا من حيث الشرع، هو الحلف، هو القسم، هو الحلف بالله وصفة من صفاته من حيث الشرع، لكن من حيث اللغة هو تأكيد أمر بذكر معظم. هذا من حيث اللغة، لا تخلط بين هذا وهذا. نعم.